الحمد لله يا ربي، الواحد عطاه على قد قلبه. هاي خدام هنا بحذا الدويره غاديك نهار الكل يكون المصلح بلي الكل مش يعطيك هالوقت. شكون مش يعطيك؟ هاني عش العام بطال، كلمش علي حتى تكلم علي حتى حد. جهدك يا علاف في هالبلاد. انا على الاقل على الاقل الواحد داخل عليه رمضان، الواحد عنده شوي مصروف. نحات رمضان الثنيه الحق متاع ربي بيتعدى مغلق مروق على التوانسه. شبيك الناس بتوع بدات في الفلفل وفي البطاطا وفي الجلبانه والماشي. هو الحق بتاع ربي هو كان مش الدولة تحركت شوي وخرجتك جماعة افريقيا بدات تهجج فيهم، والله لا نلقوا خدمة. ما اللي خدمة 24 ساعة يخدموا ما يرتاحوش. الحمد لله الحمد لله هالو سخ طلمد ولو سخ ونقعدوا غاديك. يجي العرف يقول له خويا اعطيني تصق. اه مالا شري. ايوه ايوه لما هبني اللي هالصالة اللي عنده واحد صباب الناس الكل تحذر فيه منه. ورد بالك ورد بالك يزها سخونه للعرف اللي خدمه كليك طايرها. كان هو قعد راكش هنا. هذيك هي تونس القواده تجيب راهي. والله قود باش تعيش. اني ما تربيناش بيه الشيء هذا. صباح الخير. اهلا بالفرجاني. صحواك بالفرجاني. لاباس والله عايشك يا بالفرجاني. الله يكثر منك الله يرحم والدي يرحم خالتي مشير الجبل. والله يظل وصال. اسمعني اسمعني. ما تبديش تبرول فيا. لا مبرولك. صار عليك الفرجاني. قاعد وماكش قاعد تخدم على روحك. لا والله تحب الحق كل العرض. تحب الحق؟ يا راني كنت نحكي جماعة افريقيا اللي خرجوها. هاي بلاد تنفتت ما شاء الله. في بالك الواحد منهم ياكل في كذا خبزيات في النهار؟ يا اخويا اسمع دبر راسك. انا عارفي راهو راجل طيب ومعروف اخدم. انت ما تقول على ست طيب. انت طبعا تقول على ست طيب هذا. ايوه عاش خويا من فضل. نخدم على روحني تشوف مني كان الخير. ان شاء الله والله في الفرجاني. وعندك ما تقضي وعندك كل ماشي متشيع صغار الحاج برا على روحك خير بالخدمه. والله كي تجي تشوف هو اليوم عندي ما نقضي. خسارتك والله خسارتك يا الفرجاني خسارتك. نتغشش منك راي. ليه؟ ما تقولش ما لقيتش الله الا غير برا. تنجي تنجي تنفجر. هذا حديث والله مره اخرى عندك ما تقضي. ما تقولش تغش منه. يرحم والدي برا تنفجرني برا برا مقصود الله برا. برا لا تردك برا الدنيا يضربك مخيب هالرهط مارك مقلبه. نهار الكل يعس علي نهار الكل يعس علي. ايش ايش ارجع لا حالي نتكلم خايف اختالي من الحس بتاعها ماني مالهم لي. هاني مفرح على روحي وكهو يعني نتكى شوي ونبدا نفرح. مادام قلب منظر لما خوفني في الخدمه كان هو خوي خوي سبحان فرح. ايوه يا رب يا كريم. والله الواحد تو عنده ساعه خدمه الا ظهره تكسر. تمازي الناس كيفاش تمصلح. صبروا برا. الله الحمد لله على هالقسم اللي جه الواحد. نهار كليك راكش غاديك وني مرتاح. ايوه أنا على الأقل التحصيل. أيوه نقار وانا قار. اه في الفرجاني قار. في الفرجاني في الفرجاني يا ودي. انا فرجاني يا ودي اسكت. هاهي نسيبك نسيبك بوليف الركع زين يا الركع زين. انا ساعدك باش تمرضي تشدني على قمر. شنو ها شنو هذا تحب تبصلني؟ اول نهار خدمه ليه اش عملت لك؟ ليه اش عملت لك يا ودي اسكت. ما قلت وجهني مشيت للمطعم وجيتني في الحماص وجيتني حتى في الكراج ماكش مسيبني برا. هذا هو المنظر مهني يا ودي اصبر مش كيف حد شيء. كنت خنفان في الحكايه اصبر هكا خذك بيك بالربي. ما قلت وانت هزها ما قلت الديار يا ودي الديار. انا غاديك عند فرج الديار غاديك. انا عند فرج موبيل وكل شيء برا برا اللي يريك العرب. راه واحد صبان برا هز الطفله برا بعد مغاي. يا ودي راك مش كيف حد شيء تشبيه. ما نفهم منك حد شيء. اسمعني انت مش تخلي لي داري وصنعت نسوين هذه ماكش نحاها. ريد اعمل على الاقل واخدم على روحك تو ناخذ لك امراه برا هالسايب لح وقت ما تجيب ملحفه تقول ميت خرجها من جبانه. عرفتها ولا لا سي عشكولي؟ اه من العماره. تا انا من العماره. انا شكون جايب هكا الصره برا هز مني يا اخويا ما عرفت. يا راه بي يقول جيش راه يصب بي راه رزقي يهديك ربي اول نهار في الخدمه. يا مره ليش عملت لك هكا برا هز مني. يا ودي جماعه بعثوني لك انت بالذمه راه واش جيت وحدي يعني. راني الجماعه من غادي من متهنين عليا قالوا لي برجوا لي امشي للنقار راهو انسان راجل وسيد رجال ومناظر كبير راه يشكروا فيك. راه جماعه انا جماعه بعثوك نمتع الشيء هذا. تشبيك بينك اخويا تشبيك تو انت عرفتها ولا لا سي عذيب.
عرفتها؟ وين نعرف عليها؟ اه شو؟ والله لا نعرفها. استر تعرفيني تمنى يتعامل يعني بابا عائلة وزوال تعرفيني انت؟ ما تحبني شلي؟ قالت لك ما عرفتنيش راني استر عرفت ما تكلمش بالعربي زاده وانت عامل برطوطه في راسك يخليها دارك برا الزمن يجي حد يجي العرب برا يرحم بيك برا هودي استر هذي عرفت استر شكوني؟ شكون؟ استر استر اشتا لا اشتا لا رند هند 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 هودي استر مشي اشتا استر استر شكون؟ هذي متاع النقابات متاع الاتحاد الاوروبي هذي هذي اللي جتنا لتونس هي انت من عمي متاع مش هذي اللي مش يطردوها هذي يا حبيبي ها ولدي اسكت 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 تلعبني بخمسي ها ولدي اسكت الدولة رفضتها جايبها لينية ها ولدي اسكت برا كلمي اهلك ام مالك قولها كلمها قولها جي نادي اهلك ام مالك برا يا حليلي يا حليلي على راسي اللعبة مع الرئيس ولا قالت لك لا توصيت لا توصيلك ما بيت عمي قالت لك تهنى النقابات نتاع اوروبا مش يتبنوك انت ما تبنونيش النقابات نتاع تونس 20 عام وني بطال طول النقابة وليت لهم بها اسمعني انا قلت لك الزمهني بنات عمي باش نقول لها باش ما لغه مش كلام اسكت خنفهمك في الحكايه خنفهمك في الحكايه تمن والمن بالله هذا عهد عثمان بن عفان والضبوط للضبوط الضبوط اختاني ما خليت لي كم بالضبوط حتى سي نور الدين نور الدين شكون كحلاوي هذه نور الدين الطبوبي سي نور الدين الطبوبي نتاع الاتحاد هاي امبارح في اجتماع قاعد ساعه كامله يحكي عليك انت الطبوبي يحكي عليا قال لهم راه مناظر وراه عنده مبادئ والوحيد اللي يكتب السر واللي وحيد اللي الطبوبي هاي انا راه مشوم اش بيك يطردوني من الحظيره على الاليه 16 ما دخلتنيش النقابه اش بيك خدمت على السات في اللفت عجالي وحاولوني في الليل وطيروني ما تكلموش علي ها اودي وقتها قسيت 3500 مره في الاتحاد ونطول نندى في خد ها ولدي ريتها وقتها راه فيه في مشاكل كبيره اما راه البارح يشكر فيك قال الرجل نتاع المهمات الصعبه انت راه لا الصعبه لا سهله اسمعني ني ما نلعبش مع الرئيس انا قلت بلعبش مع الدولة هاودي سنور الدين يشكر فيك تشبيك انا نور الدين بتاع اسمعني قول له قال لك ان قارخ تاني نختاك ابعدني لا حاكم نقابه لا حاكم كاك على الخدمه تو نبطلها الخدمه باهي تعرفش قال لك على سنور الدين قال لك تتذكر بالاماره وقت ان احنا مع بعضنا في البطوار قولي نسيتها عاد هذي هي عاد في البطوار ما تعدت ايامات وصنع روح اخوي وكان الحق بتاع ربي يقول الطبيب ينعرف من اول الدنيا ذبيح يعرف يذبح هي هاو بعت لك توا لا 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 اخوي الحكايه ما تبعهاش هني انا نذيب عبناك خباس بيدي برا هذا يا عم بايك اختلي من المشاكل قررنا متهنين بي اخي تعبني حتى حركه من اللي فرح حبس ها ودي مشي فرح حبس ما شري هذا الرئيس قال لك ما عاد تساعدني هنا خليني نعرفك من الرئيس طول لينا لها باهي باهي طول لينا لها باهي الاتحاد الاوروبي والنقابه تاع اوروبا ها ودي خلينا نتكلم اش بيك خليتني يا ودي يا ذي قالت لي مش نعمل له كرني ومش نهزو معايا لاوروبا ومش نركح لك امور وسينو بدي نمشي نوسع عليك معناها هذه خبي هنا نهايين ثلاثه لين يبرد الجو وتنقص العينين وتنقص الحركه وبعد تنصر ني الحب الحق والله لا عندي ثقه في الطبوب اخوي ها ما عنديش فيه ثقه الحق نتاع ربي سي نور الدين والله يدافع على الشغيله ما طالبوا الشغيله والزواوله كيفكم زواوله راهو عايز زواله ما كان زوالي كيفنا وكان يذبح في البطوار ها وطلنت وصنع روحه طلعناش معاه على الاقل تمو بالواحد بالواحد هاي المره جيت عندك انت المره مش تطلع عندك هو دخل يعرفهم ممكن لك يخدموا تاني ياكلوا شهريات وقاعدين في الدار يدك ربي اختي المشاكل راني زوالي لقيت في خبز يدك مش طيرني من الكراج ليش عملت شفعتك محمد خبيها حتى جمعه ولا جمعتين لين يطفر الاخبار الراي وتبرد المشاكل هذه وبعد نجهزوها معنا ابني عمي جايبك انت لهني اش ملي قالت لك باش نطلعوا الكارني دواء اه سبيك انجلش نو قالت لك رانا في مش نزك الانجليش نزك الانجليش غادي كينا نعملوا لك غادي خدمه مش نخرج اي هي هادي ما عندي بطاقه تعرف مكسره مقسومه في زول مش نخرج مش نخرج قالت لك رو انت احسن واحد معناها تمثل النضال بعد فرحات حشيت في العمل مش تعملها هذه معناها مين فرحات حشيت هي هذا الطبوب المناضل بعد حشيت والاثنين تو مناضل مالوش بدات كلها مناضلين هاودي هاي هي تشكر فيك تو اسمعني خلينا نكلمها لي ابنيه عمي شو نقولها اسمعيني روح يا داركم 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 بيقل 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 قال لك استاي وعليك الامان هنا استاي عليك الامان دونت كير دونت كير شنو اوكي نركحوا لك وكارني الدواء ومش نعطوا نعملوا كوماندا ومش نعملوك تفرغ نقابي غادي في اوروبا ما عادش تخدم حتى انت غادي تتهاب النقابات كيما عاملين النقابات هنا تفرغ نقابي اي باش تعمل تفرغ هي بالله نحب اقول لك باش تدخلوني في النقابه بتاع التعليم اللي مش عاملاه بتاع تونس اي هاودي مش نزك لبرا هيش مدخلك في تونس انت مش معاها لبرا هادي نعرف ان مارك هذا بتاع امريكا اللي جو يدكوا راسهم بعدين يهربوا ما عاد تلقى جمله تفصيل والله مدام استر هذه عز الناس والله say you are good woman and you stay at home هنا at home انت راك في دارك هنا don't care don't okay thank you
سمعت اش قالت لك ساعه هي؟ اش قال؟ قالت لك ثانك يو سو ماتش. اش معناه؟ قالت لك تهن خبزك مخبوز زيتك في الكوز. وهي تعرف الزيت وتعرف الخبز. طولو تو مالك تعرف الخبز؟ ما انا مش عارف. تردني بهم للدرجه هذه؟ اسمعي لي بنات عمي خلينا نتكلم عني اسمعي لي. بنات عمي راهي البلاد واكله بحظها، راهي البلاد شعله فيها النار، راني ما عادش هاتي جايبك علي. قالت لك ما تخاف من حد شيء راني معاك. قالت لي نيا اوروبا الدنيا كلها معاك. حتى سلكي روحك انت. حط تم الجار وراك الناس كلك. خويا قالوا لك بروحي بروحي انت. ما عندكش شهر ما عندكش مالي. مسيبه النقابات نتاعكم غادي وجايتني لهنا مو لبيت. هاك هاو اجا طردها تو اجا طردها على ضيفها عادي. لا ما نطردش خويا. هاك ظروف عندنا نطردوهم. لا ما نطردش اللعبه هذا يا خويا ما نلعبك. ما قدتهاش من النقابات علاش نقدها النقابات البرة. والله اقسم بالله ما يسيبوا النقابات البرة يسيبوا الرئيس يشدوا في راسي يقول عام النقارك العام مطرد واحده مو غادي من الاتحاد الاوروبي. هي مالك يعرفها من جي في راسك علاش ما تقبلهاش انت؟ قلت قبل يكلمني سي نردين البارح قال لي يا بوليف. قلت له نصيبي النقار نصيبي النقار هو يفضها الكل. الطبوبي ولا عندك الرجال والله الحق بتاع ربي. هو الاتحاد الاوروبي ماهوش باهي معانا يا رسول الله. تو جانا راس العام طلبنا منك شويه فلوس ما باش يعطينا وتو بعد ثانيه واحده باش تفقدنا. تاودي نحن خير منه نحن خير منه حتى كانوا ما يمشوا معانا الباهي نعم معامل به فماش ما يتصلح. في هذه غلبتني والله في هذه غلبتني. يا سيدي مش خليك احنا كمدام مستر نيه وخلينا نمشي على روحي نطمن سي نوردين نقول له هاو صاي تهنى على مانا ما لها حتى حد وما شافها حتى حد. اسمع باش خويا وجدتها مشاكل ولا حاجه راهو الرئيس ما يحبش اللعب هذا ما يحبش راه مسؤولي. هكا تو راني راجل نقول لك سمعتين وجهزها لما سمعتين شنو؟ مال شنو؟ هذي جمعة جمعتين فماش ما هذي جمعة الراجل 24 ساعة تقول لي جمعة تاش يهمك فيهم؟ تاش وش قندر عليها هي هنا؟ خويا لا القواعد ديالها ما نلعبش اللعب هذا لا 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 خويا عادي لا 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 تحب هكا عادي الوحدات الأمن نتاع الاتحاد كلك يجوا يعس عليها جابها لي هنا تاش بك مصدق بلاهي مش سلك هاك نتاع الجزائر هذيك كي ركبت من هنا بالسلك اش كون فايق به؟ اش كون فايق به؟ يا ودي مش كيف مش كيف تو نقولوا ركبناها نحن راهو قالت لك تهنى 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 تعمي من ناحية تهنى وجهك ما يبشر بالخير الله يقدر الخير. اش قالت لك؟ قالت لك عندك مكافأة إن شاء الله ومش نصبوا لك فلوسك الجمعة الجاية مش مشابطوا عليك زعما واضح حضير هم راهم خير من العرب القرة والله كي يوعد ويعطوا أما العرب لا ستاي هير ستاي هير بليز خليها في الخدمة اسمعني دبر لها تركينة وتو جيب لها وحيد عياري ودبو زماء على ميتي ما تعرف قلت لها الشر عندها نهارين وقلت لها من بلاصه لبلاصه عياري عياري تاكلي اوكي فهمت فهمت قلت لك تفهم راهي قلت لك تفهم something to eat something to eat قول لها ما تخافيش وراني نعرفك سيد الرجال اي وراني نعرفك ما تلوحش المراه يا ودي ريتي الدوله كامله هذه خلجي هاي رجال جود مان براف مان براف مان تعرف شو براف مان راجل 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 اتس راجل اتس راجل رجل باشا يا زبال من نعرفك عاد انت تجيبها وتجي تمام خير نشكرك عاد اليوم تولينا مراه جات محتحاميه بينا ونحن نمشوا لوحوها قولها قال لك مرحبا بك قال لك سي هابي نيو يير شنو هذا؟ اوكي صح حاكم هذا شنو؟ اه؟ لا الامبيلانس 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 راك عزيز صوت الحاكم باهي ني هاني جاي وهي هاني بحذي هاني بحذي خويا علاش مدخلني ني هاي مش ولاد ابو نيفا جاي هاي انا شديتها يا قيس عاي اقعد يا ابو نيفا يا قعد اقعد يا قيس عاي انا شديتها هاي 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 يا قيس هاي تبكي امريكا وما تبكيش تونس هاي